خلينا نروح بقى لخبر تاني مرتبط بعودة الدراسة. وفي الحقيقة ده خبر مهم قوي لكل الأسر اللي بتتخانق على الدسك الأولاني أو الدكة الأولانية، وبصراحة يعني نجاح مش مرتبط خالص بمكان بعيد قرب السبورة أو بعيد عنها، وبتبقى فيه مشاهد مش لطيفة في الأيام الأولى بسبب الموضوع ده. إصرار بعض الأسر إن الطلاب يقعدوا في الأول بحجة إن ده هيخلي تركيزهم أكبر، وبصراحة طبعا ده مش حقيقي. صحيح، عشان كده شفنا إدارة قوس التعليمية في محافظة قنا أصدرت قرار بينظم الموضوع ده. وببساطة كان في شوية قواعد كده، يعني الحقيقة منطقية زي ما احنا طول عمرنا بنقول ايه، الطويل ورا والقصير قدام وهكذا بالتدريج. ف يعني بعدين الطالب اللي عنده مشكلة لا قدر الله سمعية أو بصرية أو أي شكل من أشكال الإعاقة يقدر يكون أو لازم يكون كمان في الصف الأول. يا ياسمين، كلام طبعا منطقي وسليم يا سلمى، المفروض يبقى فيه التزام بده فعلا. خليني كمان أقول لك إن القرار قال كمان إنه لو المدرسة ما فيهاش كثافة عالية فيبقى الطلاب قاعدين على ديسك بحرف يو، يعني وده هيقرب المدرس كمان منهم أكتر، ويبقى فيه توزيع مختلف بشكل يومي للطلاب جوه الفصل. أنت كان مكانك فين يا سلمى بالظبط في الفصل الزمني؟ اكيد يعني اكيد باين الطول ورا لسه بقول زي طويل ورا، يعني انا طول عمري مرميه ورا اكيد احنا بجد مش هتفرقوا التخته اللي ورا دي بقيت عمركم طولكم ده. بصي يعني انا حاولت كتير قوي، يعني بذلت قصارى جهدي اقعد قدام، بس يعني الحمد لله يعني جسمانيا الموضوع مش سامح. بس كنا بنبقى ورا وبنبقى شايفين، يعني شايفين كويس ومكاننا كويس وما بس عارفه يعني خالص. كطفل كده الواحد بيحب يقعد قدام، بس لما بيكبر بيحس انها بجد مش فارقه خالص. عايزين نقول بقى لأولياء الأمور إنها فعلا مش فارقة، فيعني بالزبط. الطويل لو قعد ورا هي نفس المعلومة هتوصل له والله، والقصير لو قعد قدام عشان غصب عنه مش هيشوفه. زي ما قلنا لو حد عنده أي نوع من أنواع الإعاقة ده لازم يكون موجود قدام عشان حتى المدرس يبقى واخد باله من بالظبط، يقدر يكوميونيكيت معاه أكتر. حقيقي طبعا حقيقي. طب أنت كنت قاعدة ورا، انا كنت قاعده ورا، كان نفسي اقعد قدام وانا صغيره. المعلومه كانت بتوصل لك؟ بصي هو انا وانا صغيره كنت بحب قوي اقعد قدام، بس ما كانش فيه فرصه. لما كبرت اتعودت على القعده ورا، حبوا ينقلوني قدام ما عرفتش عشان ما بقاش مع صحابي ما عرفتيش فلا خلاص، يعني فضلت ورا بقى طول عمري الحمد لله. طيب.